سيدنا الدكتور في البداية حد كان بيسأل على غرار ما تطرقنا إليه في الحلقة الماضية، لكن بحكم الحلقة ولم يكن هذا هو الموضوع الرئيس أو العنوان الرئيس، كان ضمن المادة العلمية المثارة في هذه الحلقة حلقة الزلازل. نعم نعم. أن فضيلتكم تفضلت وقلت بأنه يصح تلقي العلم على يد غير المسلم. نعم. يقول كيف هذا يا شيخ؟ هكذا ورد السؤال، كيف له أن يحصل العلم من غير المسلم؟ وقد درسنا سلفا أنه يشترط في المعلم أو في المربي الثقة، الإسلام، غير ذلك. كيف لنا أن نوفق بين ما فضيلتكم تفضلت بطرحه وبين ما تعلمناه وتلقيناه سلفا؟ مهم جدا. دعني دكتور محمد أقول لك، فيه شيخ كريم عالم، ولما أقول عالم بمعنى الكلمة هو عالم رحمه الله، كان لما قالوا له يعني الناس وصلت القمر، قال وما يدرينا، شهادة الكافر غير مقبولة. خدت بال حضرتك إزاي؟ لابد يكون مشلول بكذا بكذا النقاط اللي أنت ذكرت بعضها، وأنكر ذلك. أنا بقول طبعا، بقول لك شيخ كبير وكريم وجليل والكل استفاد من علمه وفضله، لكن يبقى دايما يا دكتور محمد إن بنقول مع احترامي لا عصمة لبشر، والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي، عدا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أنا أرجو من الأحباء، سواء من إخواني، من أبنائي، من الجميع، نحن نتأدب كده ونصبر مع بعض جدا، ونأخذ، المهم نبحث أين الحق. إذا أنا أعطيتك الكلمة دون النور، يعني دون الدليل من الكتاب أو صحيح السنة، اضرب بعرض الحق. لكن لو أعطيتك الكلمة مدعمة بالدليل، مع احترامي لا تقول لا أصلا ما أقبلاش إلا من فلان، هذا هو الجهل بقى. هذا هو الجهل. بص يا دكتور محمد، آية الكرسي، آية الكرسي، في فضل آية الكرسي، انظر بالنسبة للشيطان لما نصح الصحابي الجن لما أمسك به وهو يسرق، خدت لحضرتك إزاي؟ الصدقة أو طعام الصدقة، قال له اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليها من الله حافظ حتى تصبح. اقرأ عليها آية الكرسي، ها؟ وهدلوا النصيحة، قال لك على حاجة كيت وتطلقني، بدل ما يرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا هقول لك بقى نصيحة كيت تخليك كذا ولا غير، ولا أنا نقدر نمس هذا على الإطلاق. اهو، قال له اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليها من الله حافظ حتى تصبح. النبي قال له إيه؟ صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذب وهو كذوب. النبي لم ينفي عنه الصدق بمجرد أنه كذوب وليس كذب، صفته كذوب على وزن فعول، ورغم ذلك لما صدق النبي قال له صدقك. ولذلك الحديث في صحيح البخاري، ولذلك الأمة بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تأخذ بهذا الحديث. طب الحديث ده العلماء أخذوا أول نقطة منه إيه يا دكتور محمد؟ الكلمة الحق مقبولة من قائلها. أنا عايز نحفظ القاعدة دي، كلمة الحق مقبولة من كلمة قائلها. إيه؟ الحق، ما قالش كلمة بس مضافة إلى الحق، كلمة الحق مقبولة من قائلها صالحا كان أو فاسقا. خلي بالك، صالحا كان أو فاسقا، أو فاسق. فإن العبرة بالقول لا بالقائل. يعني أنا بالفلاحي مليش دعوة بالشخص، لا دعوة بالكلام اللي قال. هو اسمها كلمة حق. كلمة إيه؟ كلمة حق، يعني الشيء ده حق. أنا بقى اللي كان بنقله لي فاسد غير فاسد، مسلم غير مسلم إلى آخره، العبرة يا دكتور محمد بإيه؟ بالقول لا بالقائل. واستدل أئمة على ذلك بقول النبي صدقك وهو كذوب. نعم، صدقك وهو كذوب، وهو كذوب. إذن يا دكتور محمد، ما أقول لك بقى كلمة الحق تؤخذ من قائلها ومقبولة من قائلها، أيا كان صالحا كان أو فاسدا، لأن العبرة يا دكتور محمد بالقول لا بالقائل، انطلاقا من قول النبي لما أنصف الشيطان قال صدقك وكذب، بدليل صارت من أذكرنا ولا مش من أذكرنا آية الكرسي؟ بنقولها بالليل ولا نقولهاش؟ بنقولها. ومن اللي دل عليها؟ سيدنا النبي. لا لا، مين اللي من أول من قال بها؟ الشيطان. الشيطان، الشيطان اللي نقلها، نقلها. خدت بالك؟ والنبي صدق على ذلك وأقر، قال له صدقك وهو كذوب. إذن العبرة يا دكتور محمد بالقول لا بالقائل، لا بالقائل، صالحا كان أو فاسدا، لأنه يطلق عليه كلمة حق. نعم دكتور، هذا هو الدليل الذي استدل به أهل العلم في ذلك. ومن واقع الحياة المعاصرة التي تفضلتم وقلتم أن والد سيدنا عمر بن عبد العزيز
كان له استاذ او معلم او مربي ليس مسلما. ده انا هعملها معاك. لا لا ده انا هعملها نعم. بدي حلقه كامله. ده انا هجيب لك بقى عمر بن الخطاب اتخذ ايه ومعاويه اتخذ ايه. اجيب لك الكل مع احترامي ودي مفاجاه. نعم. وبالتوثيق وبرقم الصفحه. طب خليها دكتور بقى حلقه متكامله مع بعضها كده ان شاء الله.